اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. الصقر عميد لاعبي العالم كابتن احمد حسن مشرفني النهارده. كابتن سيف ايه البدله الشديده دي؟ ربنا يخليك كابتن. الشغل باين يعني. والله طول الوقت يعني. كل ما يجي لك لازم يعني. دي اقل حاجه في الدولاب ها؟ والله لا في اقل من كده. هو الدولاب فيه كام بدله كابتن؟ يعني الحمد لله يعني. ايوه الحمد لله على كل شيء. ما اعرفش كام بس الحمد لله يعني فضل ونعمه. أيوة يعني من عند ربنا يعني. انا سمعت قبل كده ان 250 و300 وحاجات. هل ده رقم مظبوط يعني؟ لا ما اعرفش كام، ما بعدش والله، بس الحمد لله يعني هو في الاول وفي الاخر يعني اما بنعمه ربنا فحدث يعني. فالموضوع مش في العدد. السوشيال ميديا لو كانت موجوده وانت بتلعب كوره كانت فرقت معاك في حياتك؟ اكيد بشكل كبير طبعا، كانت فرقت بشكل كبير لان السوشيال ميديا ليها مميزاتها وليها عيوبها، انما اعتقد معانا كانت هتبقى كلها مميزات لان انت كل حاجه حققتها، كل حاجه الحمد لله يعني. الجيل بتاعنا اعتقد ان هو جيل مازال يعني الجيل ده مترسخ في كل اذهان الشعب المصري بالكامل. ايه ممنوعاتك على السوشيال ميديا؟ بمعنى ايه الحاجه اللي ممكن تحطها على السوشيال ميديا او قافلها؟ لا ما فيش حاجه قافلها، بس يعني مش كل حاجه في حياتك الطبيعيه اكيد هتنزل على السوشيال ميديا، انما مؤخرا خلاص بقى لغه العصا يعني، لازم ان انت تتواكب مع الاحداث، لازم تتواكب مع الشكل المختلف. ففي حاجات ممكن ما كنتش افكر في وقت ما انا ممكن اعملها بتعملها يعني عادي يعني، بتنزل حاجات وده طبيعي لان خلاص هي بقت هي دي الحياه. انما الحاجات الممنوعات عندي هي حياتي الشخصيه يعني، دي الممنوعات ان انا يعني احطها واتكلم فيها والكلام ده. اسرتك يعني؟ طبعا ده اكيد. بس طبعا بس بنتك الشريكه معاك؟ ده اكيد. لا ما فيش مشكله، بنتي وولادي ده ما فيش اي مشكله خالص. انما مش كده كمان وبس والله يعني، يعني في حاجات مش كل حاجه يعني، مش كل حاجه تبقى مباحه للناس يعني. يعني في جزء هو في الكبير مش موجود قوي يا كابتن في الصوت. هو عندي حسن شويه ما بيحبش اساسا، ما بيحبش يظهر خالص، ما بيحبش يظهر، ما بيحبش الميديا، ما بيحبش اصلا خالص يعني. هو ما بس حسن كده كده مش موجود يعني، حسن بيدرس في جنوب افريقيا طيران، فمش موجود طول الوقت معانا. انما سؤالك تاني طبعا كانت تفرق معانا بشكل كبير، لان السوشيال ميديا مع كل اسف في وقت من الاوقات هي علت ناس سيف من الهوى يعني. فدايما انا بقول، حتى بقول في وقت من الاوقات، بس طبعا اللعيبه ما تزعلش يعني، ان في لعيبه سوشيال ميديا مش لعيبه ملعب يعني. في لعيبه كتير هي لعيبه سوشيال ميديا، بتعرف ازاي تلعب الجمهور على السوشيال ميديا. لكن بتعرف شرف ملعب؟ مش ما بتعرفش يعني، مش بالقدر اللي هو واخد الصيد ده على السوشيال ميديا يعني. لما تيجي تقيم في الملعب مش هو ده يعني. في لعيبه قعدت في انديه بسبب السوشيال ميديا، فضلت قاعده ومكمله، ممكن ما كنتش بتشوفها في الملعب، ممكن بتشوف اداء ليهم في الملعب، وقعدوا عشان السوشيال ميديا، يمسك التيشيرت ويبوس التيشيرت ويبوس الشعار ومش عارف كده. فليها ما ليها وعليها ما عليها طبعا، لان كمان يمكن للاسف ان الواحد بيتفاجئ ان في ناس بلوجر دلوقتي بقوا موجودين وانفلونزر وكده يعني، احنا ما نعرفهمش انا وانت يمكن ما نعرفهم، بس لا في مع ناس معلمين بشكل كويس وكده. فليها طبعا ميزه، واعتقد ان هي لو كانت موجوده في زماننا كان الوضع اختلف بشكل كبير. ايه رايك في جواب الخواطر؟ احلى حاجه في الدنيا. احسن احلى حاجه في الدنيا جواب الخواطر ده بجد والله العظيم يعني. يعني يعني انا عارف انت عايز توصل ليه طبعا على لقطه محمد صلاح النهارده. خلي بالك اقول لك على حاجه، والله وايد ان ليفربول تكسب النهارده علشان مؤمن زكريا كان موجود وصلاح عمل لقطه فيها جبر الخواطر لمؤمن. وعلى فكره صلاح ما جبرش بخاطر مؤمن بس، هو جبر بخاطرنا كلنا. انا اللقطه وانا قاعد اتفرج عليها، كان ماتش الاهلي شغال، قاعد اتفرج على ماتش الاهلي، احنا كلنا كنا قاعدين، احنا كلنا كنا بنتفرج النهارده على الماتش عند الجايحي في البيت، عدد كبير كان موجود، احنا كلنا سايبين الماتش وبنتفرج. وانت اللي كنت عايزه وبنتفرج. اسمع انا كنت عامل عزوم عند جرحي في البيت. عامل عزوم عند الجرحي. وضح امورك يعني. لا 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 بس الجرحي كلمني هنتفرج على الماتش مع بعض. انا هجيب العشاء وقت انت الناس. لا 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 لا, لا طبعا لا لا الجرحي كريم ما شاء الله عليه. جرحي جدع. طبعا طبعا جرحي من احسن الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك طبعا. لا بس هو ايه؟ ابن حلال ومتربي الحقيقه. اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا.
لا بس هو انت المفروض كنت تيجي بس ما خلعت انت. لا هو ايه قال لي قوم انت بقى بال يعني ايه قوم انت بقى اعزم الناس يعني اتكلم الناس بقى عشان الناس تيجي وكده. قلت له يا جرح يعني انا اتكلم الناس. بس محمد الجرحي اكتر واحد مرحب في العالم الحقيقه لسه بقول لك حتى قبل الهوا والله. دي حقيقه دي حقيقه. فبقول لك يا سيف والله احنا قعدنا كلنا نشوف اللقطه وبدانا نتكلم على لقطه مؤمن زكريا هو بيتقيم فيه او في 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 غرفه خلع الملابس بالنسبه لليفربول. والله اول حاجه جت في بالي قلت سبحان الله يعني الماتش كان ممكن يروح من ليفربول النهارده بس يمكن بسبب اللقطه دي هو ربنا كرم محمد صلاح. بالظبط يعني يعني انا عايز اقول لك ان لقطه مؤثره انت تدخل على السوشيال ميديا دلوقتي في مصر كلها الناس ما بتتكلمش غير على اللقطه دي. مفيش حاجه مفيش غير كده. ما تتكلمش غير على اللقطه دي لقطه مؤمن وشوف ازاي ترحاب اللعيبه بيه وشوف ازاي الانسانيات ويعني يعني اعظم حاجه في الدنيا. ولعبه كره القدم في وقت من الاوقات بتبقى هي دي لده للسبب ده. ف يعني كل التحيه والتقدير لمحمد صلاح وبيثبت يوم بعد يوم ان هو لان قيمه اللاعب دايما مش جوه الملعب وبس قيمه اللاعب كمان بتصرفاته خارج الملعب لان هو بيبقى عنده مسؤوليه المسؤوليه دي مسؤوليه مجتمعيه. فدايما احنا بنقول للناس ان حب الناس ليك ده لازم تستغله في كمان الحاجات المجتمعيه في الخير في جبر الخواطر في انك انت بتساعد الناس في انك انت بتحاول انك انت لان ده دور عليك لان النجم مش بس ان هو يلعب كويس وان هو يفرح الناس لا عندك دور مجتمعي كمان. انا اعتقد ان صلاح النهارده يمكن طبعا الناس كلها بتعشقه الوطن العربي كله بس باللقطه الصغيره دي وبجبر الخواطر دي اعتقد ان زاد قوي عند كل المصريين والعرب باللقطه اللي عملها مع مؤمن. خليني اقول لك يا سيف كمان ان من ضمن الحاجات والله بجد والله ان في وقت من الاوقات احنا كان يعني بنكسب وربنا بيكرمنا هو علشان ان احنا مثلا بنعمل حاجه كويسه ان احنا بنجبر بخاطر ان احنا بنحاول نساعد حد ان احنا بنحاول كلعيبه تطلع لنا فكره فنحاول نعمل حاجه فالقيام بتاع ربنا ده بيجي بالشكل ده بيجي من جبر الخواطر ده. فطبعا يعني سعداء كلنا بلقطه مؤمن النهارده مع صلاح واعتقد ان في حاجات كده بتبقى حاجات بسيطه بس تلاقيها تسعد الناس كلها. يعني النهارده والله بجد والله اللقطه دي ما اسعدتش مؤمن اللقطه دي اسعدتنا كلنا كمصريين. يعني سعداء النهارده ان احنا شفنا مؤمن وطمنا عليه وربنا يشفيه يا رب. سعداء اكتر بالقيمه بتاعت صلاح اللي بتزيد مش جوه الملعب. القصه كمان يا كابتن احمد ان صلاح خرج من الماتش ده من الشوط الاول مصاب صحيح فاكيد عنده حاله توتر وقلقان ومش سهل يخرج من الملعب وعنده نهائي تشامبيونز ليج اللي جاي بص هو بيحتفل يعني بص دي لقطه بص لقطه بعدها هو بيضحك وبيصور مؤمن وبيحتفل معاه ما انا بقول لك يعني التوفيق ده بيجي بكده مش عشان انت الاعظم ولا انت الاحسن لا التوفيق ده بيجي علشان انت تجبر بخاطر حد بتساعد حد بتحاول تقف جنب حد. يعني هي نعمه ما يحسهاش الا اللي بيعملها فعلا يا سيف والله. فانا بقول لك النهارده دي اللقطه دي طبعا ساعه خروجه دي ساعه في ماتش ريال مدريد مظبوط اللقطه دي بتاعت بس يعني الفرق كبير الحمد لله يعني هنا لا طبعا ان شاء الله بسيطه ان شاء الله باذن الله بسيطه ويرجع ويبقى موجود لاني زي ما بقول لك ان شاء الله باذن الله يعني كلنا اكيد دايما حابين ان صلاح يوصل لمكانه اكبر من كده بكتير كلنا حابين ان صلاح يعمل قد اللي بيعمله ده مرات اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله وكلنا اكيد امنيات ان يحقق بطوله تشامبيونز ليج طبعا لان زي ما قلت لك النهارده والله عمرك فكرت ان انت لو الزمن غير الزمن كنت لعبت في الدوري الانجليزي وكنت رحت في حته ثانيه ورحت ابعد من كده ساعات بتحس ان امكانياتك كانت سهله توديك لكده ولا كانت المسافات بعيده؟ لا يعني 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 الامكانيات كانت ممكن تودي احسن من كده بس عايز اقول لك على حاجه انا لو ترجع بيا تاني وتقول لي انت ده اللي وصلت ليه كنت تحلم بيه اقول لك لا طبعًا انا طبعًا انا مبسوط جدا جدا باللي وصلت ليه طبعا وحاسس ان انا الحمد لله وصلت لمكانه انا ما كنتش احلم بيها صح ومش عايز اكتر من كده لان انا شايف اني عملت حاجات لا انا مش فاهمنا يا كابتن احمد انا مش بتكلم على حاله الرضا انا بتكلم على امكانياتك كنت ممكن تفكر تقول انا لو الزمن غير الزمن كانت امكانياتي تحطني في الحته دي اكيد لو الزمن غير الزمن اكيد كان الواحد ممكن مش انا بس اغلب الجيل اللي كان موجود معايا كلهم كانوا يكونوا في مكانه افضل من كده
زمان كانت الامور يا سيف مختلفه برضه، الناس برضه كانت نظره انك انت العالم دلوقتي بقى سهل، يعني النهارده ممكن عايز حد يتابع لعيب بفتح النهارده التلفزيون وبتابع اللعيب بتفرج عليه، اتفرج على الدوري المصري، اتفرج على الدوري السعودي، اتفرج على الدوري السوداني، اتفرج على الدوري الليبي، يعني قصدي اني 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 سهل الموضوع بقى سهل غير الاول. الاول ما كانش فيه مساله ان الدنيا سهله زي دلوقتي، يعني انت اتكلمت على السوشيال ميديا بقى سهل النهارده ان انا ادخل اشوف لعيب واتابعه والكلام ده كله. الفرص كمان بقت افضل في ان وكلاء اللعيبه والامور اختلفت بشكل مختلف. فالامور اختلفت. انا اعتقد ان احنا يمكن مش الجيل بتاعنا احنا بس، الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلينا اللي هو جيل كاس عالم 90 ان كان في لعيبه عندنا كمان كانوا لعيبه مميزين، ولكن كان الوضع وقتها ما كانش فيه الانفتاح اللي هو الكبير ده انك انت ممكن تروح تلعب في الدوري الانجليزي او الكلام ده كده. ومع ذلك انا جالي في بعض اوقات ان انا ممكن اروح الدوري الانجليزي قبل ما اروح اندرلخت البلجيكي، انما في الاول وفي الاخر هي مساله نصيب. كل زمن وليه ظروفه وليه وضعه وليه اختلافاته. سالت السؤال ده لمحمد شوقي الاستاذ معوض لواء الرياض وبساله لك، ممكن تبقى مدرب منتخب الاولمبي؟ والله انا شيء طبعا يشرفني طبعا اكيد ان انا اكون مدرب منتخب الاولمبي، لاني اعتقد الحمد لله الواحد عنده خبرات كبيره جدا. انت مؤهل وجاهز لكده؟ ما هو مؤهل دي معناها ايه عشان بس ابقى فاهم كلمه مؤهل دي؟ اللي هي دورات تدريبيه او 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 شهادات الاتحاد الافريقي انا واخدها. انت اخد شهادات طبعا اخد شهادات الاتحاد الافريقي. ممارسه المهنه مارستها، عندك خبرات كبيره جدا جدا واشتغلت مع 50 60 مدرب بكل واحد شكله مختلف تمام. ابن منتخبات اولمبي ومنتخب اول وحققت بطولات ونجاحات، كل ده موجود، كل ده موجود. فهي ايه يعني ايه المؤهلات يعني المطلوبه؟ يعني انت قررت نفسك توليك دي مخاطره ولا قرار عادي؟ طب وهاب جلال لما جبناها هي دي مخاطره ولا كان عادي؟ انت مالك هنكت مني ليه؟ لا انا لا هقول لك على انا اقول لك كابتن ايهاب مش مخاطر، لان كابتن ايهاب في المصري انت بتقارن ما بين اسمه اثنين. صحيح. على فكره انت ممكن ترد تقول لي لا مش مخاطر ده طبيعي. عايز اقول لك على حاجه، بص في الاول وفي الاخر الاتحاد المصري او 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 ان كان الناس اللي موجودين ليهم كم الاحترام يشوفوا هم وجهه نظرهم. انا مش بتكلم على وجهه نظر. لا انا فاهم، انا بتكلم على قناعاتك انت. والله زي ما قلت لك قناعاتي، اصل في الاول وفي الاخر هي الفكره بقت الامور اختلفت شويه. يعني انا بالنسبه لي مثلا ممكن يفكر مثلا ان انا بقالي فتره مثلا بعيد عن التدريب، او بقالي فتره يعني انا بالنسبه لي حته اداره الكوره، وانت تعلم ان كان في بعض الانديه وانا رفضت القصه دي تماما وكده، حابب القصه الفنيه بس. حابب القصه انت برضو مش فاهم سؤالي. انا سؤالي انت في قراره نفسك، كل واحد في قراره نفسه عنده قرار من جواه. انا النهارده ممكن تجي لي قصه معانا اقول عادي جدا، انا لو جات لي دي طبيعي، انا في دي ما عنديش اي مشكله، ما عنديش خض، ما عنديش قلق، طبيعي مش مخاطره. تمام. ما عنديش مشكله. انا ما بقولك انت مش مخاطره. مخاطره في ايه؟ انا بسالك انت بقى لنفسك، انت النهارده في اسامي كتيره محطوطه، لو تم الاختيار عليك انت من وجهه نظرك ان دي مخاطره؟ لا انا استحقها، وضع طبيعي، لا انا عندي فكر في دماغي، جهازي ثابت. انت جوه نفسك ازاي؟ لا مفيش مخاطره ولا حاجه. مخاطره في ايه؟ انت النهارده بتعد كوادر، انت النهارده ابن من ابناء المنتخبات، انت النهارده عندك اسم وتاريخ، ولا ما فيش ايه المخاطره اللي موجوده؟ وانت النهارده زي ما انت بتقول، اذا كان انت النهارده بتعد كوادر اداريه فانت لازم كمان تعد كوادر فنيه، يعني حتى اللي انت قلتهم كلهم ذكرتهم كلهم ليهم كامل التقدير والاحترام، ويقدروا ان هم يبقوا متواجدين، ويقدروا ان هم يبقى ليهم فرص. احنا مش هنفضل طول الوقت عايزين ندور على ناس كبيره، ما انت برضه لازم كمان يعني لازم ناس تدخل، لازم ناس تبقى متواجده. في جيل كويس؟ في جيل كويس من طبعا هيبقى في جيل كويس، يعني في عندنا مشروع مدربين كتير كويسين، ولكن يا سيف برضه الناس لازم تبقى فاهمه التدريب مش مساله فنيه وبس. التدريب اولا في الاول وفي الاخر لازم في نواحي كمان سيكولوجيه، نواحي انت ازاي تبقى ليدر، ازاي تبقى عندك اللعيبه تبقى عندها قناعه بيك، ده جزء مهم. لان انا النهارده مثلا قاعد قدام سيف، فانا عارف ان سيف اعلامي كبير وعارف ان عنده، فانا قاعد قدامه عندي قناعه بده. انما ممكن واحد تاني ما عنديش ده جزئيه مهمه. الحاجه الثانيه انت ازاي تعرف تتعامل مع اللعيبه نفسيا؟ ازاي اللعيبه كمان تبقى حاسه ان هي بتتعامل مع حد لما يجي يقول انا عندي 1 2 3 4
مقنع، انا مصدق ومقنع صح. فكل الحاجات دي حاجات ودتني بقى لسكه مهمه. موسيماني فيه الحاجات دي باللي بيحققه موسيماني بقى موجود عنده يعني. انا عايز اقول لك على حاجه برضه، في ناس كتير انا معاك ان في وقت من الوقت ممكن هو احنا ليه متلخبطين ما بين اللي بيحققه موسيماني واللي بيحققه النادي الاهلي؟ ليه الناس كتير فاصله في الحته دي؟ يعني يقول لك ايه، لا النجاحات للنادي الاهلي يا جماعه، موسيماني مدير فني كبير، لا بقى النادي الاهلي مع فرقه كبيره مرتبطين ببعض يا سيف الاثنين يعني. يعني النجاحات مرتبطه بمدير فني واداره، اداره بتقدر توفر كل الامكانيات، وده على مدار التاريخ طول عمر النادي الاهلي كده يعني. طول عمر النادي الاهلي اي حد بيمسك النادي الاهلي ممكن يحقق معاه بطولات. ولكن موسيماني في ناس كتير شايفه ان هو محظوظ. يا سيف دي حاجه كويسه، لو انا محظوظ انا انت شايف ايه؟ موسيماني من المدربين المحظوظين فنيا، وفنيا انا اعتقد ان برضه من المدربين الجيدين. وخلي بالك عايز اقول لك على حاجه، يعني موسيماني برضه لما تيجي تبص هو النهارده بيوصل 3 نهائي افريقيا على بعد خطوات من تحقيق البطوله. فانا شايف ان هو على فكره حتى في وقت من الاوقات ان هو ممكن بيعمل حاجات ممكن الناس ما تبقاش شايفه ان اداء النادي الاهلي فيها اعظم ما يكون، ولكن بيحقق المطلوب. طب اسالك سؤال ونرجع فاصل نكمل، بس سؤال مهم وما تخلطهمش بقى، ما تقوليش الاثنين، امكانيات موسيماني هي اللي جامده ولا امكانيات النادي الاهلي هي اللي جامده؟ رد دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ لا رد دلوقتي ونرجع نناقش امكانيات النادي الاهلي. طبعا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. السؤال دايما اللي الناس بتفكر فيه، اكيد موسيماني ليه ايجابيات وليه سلبيات. موسيماني ما هو ايجابياته وما هو سلبياته؟ وما هي ايجابياته وما هي سلبياته؟ طيب هنرد على السؤال اللي احنا كنا اتكلمناه ولا خلاص؟ انت قلت لي النادي الاهلي خلاص، ده سؤال مش محتاج اني متفق معاك. طبعا النادي الاهلي هو صانع النجوم. اكيد 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 هو اللي بيقدر ان هو على مدار التاريخ ان هو بيوفر لاي مدرب كل الامكانيات اللي تساعده ان هو يحقق بطوله. طيب خلينا نتكلم على ايجابيات موسيماني. ايجابيات موسيماني ان راجل حقق نقول 80% او 85% من المطلوب منه، من خلال ان هو وصل 3 فاينل بطوله افريقيا، دايما النادي الاهلي البطوله المهمه بالنسبه له. يمكن خسر الدوري السنه اللي فاتت، لكن طبيعي ده منافسه. نادي الزمالك كان عنده الافضليه الموسم اللي فاتت، وكان الاهلي كان عنده مشاكل في اخر 10 لقاءات، ضغط المباريات، مع طبعا كان في اخطاء فنيه من موسيماني. انما ده برضه في النهايه اي مدير فني في الدنيا عمره ما ياخد كل حاجه، ومفيش نادي هياخد كل حاجه، لازم شويه بيحصل كده وشويه بيحصل كده. انما خليني اقول لك يمكن مميزات موسيماني ان هو بيعرف يتعامل مع الماتشات الكبيره وبيحقق منها، او حقق نسبه 95% منها. يعني كل اللقاءات اللي هي الحاسمه بيقدر ان هو يحسمها موسيماني. السلبيات ان هو ممكن في حته الروتيشن ما بيعملهاش بشكل كويس. يعني هو عنده لعيبه كتير يقدر يستغلها، ما بيستغلهاش بشكل كويس. لما تيجي تبص النهارده على النادي الاهلي، لا يقدر يدور اللعيبه بشكل كويس، ويقدر يبقى عنده طول الوقت عدد من اللعيبه الجيده والجاهزه طول الوقت. ركز معايا في السؤال ده، موسيماني بيحب ويكره؟ اعتقد انه بيحب محمد شريف وقفشه ولا لا؟ مؤخرا عنده مشكله مع محمد شريف، ودي واضحه تماما، لان انا ما ينفعش يبقى عندي مهاجم زي محمد شريف وما اعتمدش عليه في اللقاءات الاخيره. ولان لسه كنت بتكلم معاك وبقول لك ان المدير الفني مش فنياته بس، المدير الفني انت بتشوف كلوب مثلا مع صلاح، مع ليفربول، مش صلاح وبس، ماني، صلاح وماني وكل اللعيبه اللي موجودين، ازاي بيطبطب على اللعيب، وازاي لو اللعيب حصل حاجه بياخده في حضنه، وازاي دي جزء اهم من الفنيات بالنسبه للمدير الفني. فواضح ان في مشكله مع في مشكله في محمد شريف، لان محمد شريف لعيب جيد ولعيب مميز وعمل موسم ولا اروع مع موسيماني الموسم اللي فات، واكتشف له كمان حته المهاجم دي. فطبعا ان في الوقت ده ان ما بيعتمدش عليه ده كلوب مع صلاح النهارده، مع صلاح طبعا، مع صلاح النهارده وطول الوقت، وعلى فكره مع دياز ومع جوتا ومع كل اللعيبه. هو واضح ان هو يعني في نوعيه مدربين كده سيف، اللي هو بيبقى في حته اخويه وحته ابويه، دي مش كل الناس بتجدها، مش كل المدربين بتجدها. فدي جزئيه ممكن موسيماني شويه يكون مفتقدها شويه. فمحمد شريف هو حتى ولو قفشه ومحمد شريف في وقت انت ممكن ما تكونش عايزهم،
بس لازم طول الوقت ان انا ما اخسرهمش. فاكر برضه كان اجريسيف جدا مع حسام حسن لما كان بينزله في الدقيقه 90 وبعد كده الناس لامته وبعد كده راح منزله تاني في الدقيقه 90 وبعد كده. ففي حاجات بيبقى فيها جزء كده عاطفي لان اللاعب دايما بيدي المدرب لما بيكون حاسس ان هو يعني بيحتويه وبيكون جنبه والكلام ده كله. فانا اعتقد اني عنده الحته دي طبعا واضحه، لان زي ما بقول لك محمد شريف من اللعيبه المميزه اللي لازم يعتمد عليه، وانا اعتقد ان محمد شريف لازم يكون له دور في النهائي يعني. والنهارده على فكره لما نزل محمد شريف ادى بشكل مميز واحرز هدف ورجع النادي الاهلي تاني للتعادل. انما ايا كان خلينا نقول اني بنسبه 90% ماسوماني ناجح مع النادي الاهلي، ما نقدرش نقول غير كده. ممكن شويه في الدوري الاداء ما بيكونش الافضل بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن في النهايه هو لسه مكمل وبينافس على بطوله الدوري ووصل فاينل افريقيا، فما اقدرش اقول ان هو مدرب مش من المدربين الجيدين. كابتن طارق بوزيد كان معايا في الانترو قال يعني انا بقول لجمهور الاهلي لو فاكر ان ممكن تبقى مباراه النهارده هي مقياس لاي شيء فهي مش مقياس. النادي الاهلي النهارده لعب المباراه على قد المباراه، ولكن النهائي شيء مختلف تماما. اكيد مليون المية طبعا، كلام اسم كبير ونجم كبير طبعا كابتن طارق بوزيد، يعني هو عارف طبعا ان راجل وصل نهائيات كتير مع النادي الاهلي وتاريخ كبير مع النادي الاهلي، فطبعا اكيد الامور بتختلف، النهائي هيبقى شكل مختلف. وعلى فكره نغمه ان اللي داير دلوقتي الانسحاب وان الناس بتطالب بانسحاب النادي الاهلي، الانسحاب ده للضعيف، وانا ما اعتقدش النادي الاهلي نادي ضعيف. النادي الاهلي هو بطل افريقيا وهو سيد القاره الافريقيه في كره القدم، فمساله الناس ممكن تقول انسحب او ما يبقاش موجود او كده، النادي الاهلي يلعب البطوله في اي مكان، حتى ولو البطوله بتلعب في المغرب ضد الوداد، النادي الاهلي قادر على تحقيق البطوله، لان دايما النادي الاهلي حقق البطوله تقريبا امام الترجي التونسي كتير، وصفاقس والقطن الكاميروني قدام القطن الكاميروني يعني اقصد، وكانت نهائيات كلها بتبقى في ملعب خارج ملعب النادي الاهلي. مساله فكره الانسحاب دي يعني احنا مش عايزين نصدر حاجه سلبيه للعيبه، ان احنا يعني طبعا دي من الماتشات اللي هي ده ماتش كان كوتوكو تقريبا، ده مش كده؟ كوتوكو طيب ف بالظبط ف ف ف ف يعني طبعا، وده ماتش الصفاقسي تقريبا ابو تريكا في في في, في النهائي فده كان سيف اللي انا بتكلم فيه، ان يعني عندك القطن الكاميروني ده انا بقى يا جمالك يا شادي. فبقول لك يعني نرجع تاني للقصه ان نغمه النغمه ده كان برضه ضد الترجي، يعني كتير النادي الاهلي وفي ملعب خارج ملعبه ضد جمهور الخصم، يعني الموضوع ده هدف كان وليد سليمان تقريبا بالظبط يعني ده. طبعا يعني اقصد ان في الاول وفي الاخر ده مش جديد على النادي الاهلي، مش عايزين بس حته تصدير حاجه سلبيه بالنسبه للعيبه او للجهاز او كده، ان الناس تقول ينسحب وما ينسحبش والكلام ده وكده، حتى ولو في اخطاء تمت ان احنا ممكن ما تقدمناش، ان احنا ممكن ما قلناش، ان احنا ما خدناش خطوه ان احنا نستضيف اللقاء، حتى ولو ده لا، احنا النهارده الكل يبقى بيدي دفع للنادي الاهلي، احنا حين حقق البطوله، حين النادي الاهلي يجيب البطوله ال11. انما قصه انسحاب من عدم، دي انا شايف زي ما قلت لك ما ينسحبش الا الضعيف، والنادي الاهلي انا ما اعتقدش ان هو ضعيف، وقدرات اللعيبه النهارده انت محقق البطولتين الاخرانيتين بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي الوداد هو اللي يكون عامل لك مليون الف حساب، حتى لو بيلعب في ملعبه وحتى لو الضغوط هتبقى شديده، انما اتحطت لعيبه النادي الاهلي في الفترات الاخيره في كل الضغوط دي كلها. وانا اعتقد النهارده كمان على فكره كان تعادل النادي الاهلي مهم، يعني بالنسبه لي مهم، لان بيقول ان انا معنويا طبعا، لان بيقول ان انا ما بخسرش حتى وانا بلعب بره ملعبي. فكل الدعم وكل كلنا اكيد ورا النادي الاهلي لتحقيق ان شاء الله باذن الله البطوله ال11، وزي ما انت قلت ان كلنا نبدا نطلع هاشتاج ال11 ان شاء الله باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي. وانا زي ما قلت لك النادي الاهلي هو الاقوى في افريقيا، فبالتالي مساله الانسحاب من عدمه انا شايف ان نغمه ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها خالص، بل بالعكس احنا نقول ان احنا رايحين عشان نحقق البطوله باذن الله. ليه النادي الاهلي دايما الناس بتقلق ان فنياته على فترات، يعني المباراه نفسها متقسمه، النادي الاهلي ابتدى النهارده الماتش اول 10 دقائق الناس كلها قالت 3 4 5 ثم
طالع ناس زي رسم القلب خلال الماتش مع ان الافضليه الفنيه ليه. بص يعني تمام انا معاك، لان كل ماتشاته ليها ظروفها. يعني الماتش النهارده النادي الاهلي جاب جون فحس ان خلاص الموضوع انتهى، انت كسبان هنا بنتيجه كبيره، فالموضوع بقى وفاء الصيف عايز 5 اهداف او 6 اهداف، ده شيء مستحيل ان كان يحصل في المباراه، فبدا يحصل نوع من انواع التراجع. الحاجه الثانيه يمكن موسيماني النهارده لعب برده بشكل اعتقد ان هيلعب بشكل مغاير في النهائيات، لان النهائيات دايما بيلعب بثلاثه في نص ملعب، النهارده كان بيلعب باثنين، كان بيلعب بديانج وحمدي فتحي. فوفاء الصيف وده وضع طبيعي ان الفرقه بتلعب على ملعبها، ان هي كمان لازم تهاجم، فامتلك نص الملعب، فبدا يحصل تراجع في الشوط الثاني بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن رجع ثاني النادي الاهلي قدر ان هو يتعادل، زي ما انت قلت ان في تباين في الاداء. انما في النهايه برضه انت بتوصل اللي انت عايزه. وزي ما قلت لك في ناس بتلوم على موسيماني ان وضع وقت من الاوقات ان ممكن الاداء ما يكونش الافضل بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن بيوصل اللي هو عايزه. في بعض الوقت التغييرات مثلا موسيماني النهارده مثلا بيغير رامي ربيعه بحسين الشحات، تغيير كان برضه غريب شويه، هو ليه برضه بعض حاجات كده بتبقى غريبه شويه، بس في النهايه بتنجح. يعني في النهايه في جزء منها بينجح وفي جزء منها، يعني قفشة كان ضروري ان يكون موجود النهارده مثلا من بدري عشان يتحكم في ريتم المباراه، محمد شريف كان ممكن برضه يبقى من بدري. فتغييرات انك انت الماتش فيها اريحيه تاخدها لشكل هجومي مش شكل دفاعي. طب حسا يعني هاخدك نروح بس المؤتمر الصحفي لموسيماني بعد المباراه نشوف قال ايه ونرجع لكم تاني. What a good game. كان مباراه كويسه جدا، كان مباراه قويه، وستيف فتره من فترات المباراه ضغطتنا جامد بس عرفنا ازاي ندير المباراه. في حاجة عايز أقولها عن وفاء ستيف، سواء بيلعبوا على أرضهم أو خارج أرضهم بيلعبوا بهجوم. شايفين هو طبعا فريق قوي ومدار بطريقة فنية بطريقة جيدة، واضح إن معاهم مدرب أوروبي ويديرهم فنيا بأسلوب جيد. But we did not come here to play. بس إحنا ما جيناش هنا عشان نحافظ على النتيجة فقط، هنا عشان نفوز، ولكن للأسف لم نفوز. We have a little bit of experience. عندنا الخبرات اللي بدنا نستخدمها النهاردة عشان نعرف ندير المباراة. No, no, I'm not worried. I'm not worried about what's happening in the grandstand. I'm a professional coach. And I must congratulate my assistant coach. هو اللي حافظ على قوام الفريق مع بعض فنيا وهو مريض. All the tactics and every the vision everything I do he knows. بسبب مدرب مساعد قادر انه يدير الفريق، عنده رؤيه وعارف وجهه نظر وعارف كل حاجه في المنظمه الفنيه، عارف ازاي يدير الفريق بشكل جيد. بلعب ضد فرقه قويه وفرقه ستيف، فرقه قويه وبتلعب بنفس الحده بنفس الاداء الفني سواء على ارضها او خارج ارضها. فكان طبيعي نسجل ويعني لحسن الحظ ان احنا سجلنا 4 اهداف في الماتش الذهاب. والنهارده احنا بدانا بالتسجيل. ستيف سبورترز العلاقه كانت كويسه جدا بين الجماهير الجزائريه النهارده، جماهير ستيف واللاعبين المصريين. فبيقول النهارده قلت ماتش كبير، ما كانش ماتش كبير فقط في الملعب، كان كمان في المدرجات. الجماهير الجزائريه النهارده ادتنا مثل في الروح الرياضيه وتقبل الهزيمه. فريق خرج من دور قبل النهائي من رابطه الابطال الافريقيه ومع ذلك بيسقف للفريق المنافس ليه، والنهارده ادونا درس في الروح الرياضيه. ده كان كلام موسيماني النهارده في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. واضح ان موسيماني كمان النهارده يعني صحيا كان تعبان، ولكن كلامه هادي طبعا. يعني هو عنده هدوء من قبل ما يسافر، لان النتيجه كانت اعتقد في صالح النادي الاهلي بشكل كبير، وكان النادي الاهلي حسم من هنا. هل بيبقى هو عايز قبل الماتش النهائي انه يصدر مشهد انه في افضل حالاته الفنيه، ولا ده موضوع ما يعنيهوش يعني او ما يفرقش؟ لا مهم طبعا ان هو يصدر ان هو في افضل حالاته الفنيه، وانا قلت لك ان التعادل مهم، كان مهم بالنسبه للنادي الاهلي، والمكسب كمان كان هيبقى مهم، لان ده ضغط نفسي على الخصم. فتعادل النهارده انا اعتقد ان ده شيء جيد بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو كمان ما خسرش، وان اللعيبه لحد اخر لحظه بتقاتل ان هي ما تخسرش، وده المطلوب في المباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ولكن زي ما قلت لك ان اكيد موسيماني هيبدا يدرس الفرقه قدامه بشكل كويس، واكيد هيبدا يشوف ايه نقط القوه. هل في مسافات فنيه كبيره ما بين الفرقتين؟ خالص، يعني الوداد طبعا فرقه من الفرق الجيده، ولكن انا اعتقد ان هم كمان عندهم بعض اللعيبه الجيدين، وعندهم الكرات الثابته والكرات العاديه بيتميزوا بيها، ولكن هم كمان عندهم اخطاء دفاعيه بشكل كبير. لا انا قصدي ان خالص يعني انا فاهم الفروق الفنيه اللي هي ما بين الاهلي وما بين الوداد.
افضليه للنادي الاهلي انا شايف بشكل كبير. هم عندهم نسبه معدل التهديف بتاعهم عاليه جدا، هم الفريق الاقوى تهديفيا، ولكن برضه ده بيبقى على حسب المجموعه، ممكن يكون المجموعه اللي كان فيها فيها ضعيفه فبالتالي. كنت تفضل للاهلي الوداد ولا بترو اتلتيكو؟ ايا كان ايا كان البطل مش فارقه مين هيقابل مين في النهايه، انما هي بس الميزه زي ما قلت لك للوداد ان هيلعب في ملعبه في وسط الجمهور، انما الاجواء دي خلاص لعيبه النادي الاهلي اتعودت عليها وقدرت ان هو ان هي تتعامل معاها، انما هي دي بس الميزه ان 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 ان, إن, إن الارض والجمهور، والوداد عنده جمهور برضه من الجماهير اللي هي قويه جدا جدا في ملعبها وفي وسط وفي يعني هتلاقي استاد بيترج لان جمهور الوداد من جماهير كبيره جدا جدا في افريقيا، انما طبعا يعني نجهز نفسنا بشكل كويس وان شاء الله باذن الله ثقه اللعيبه وكلنا زي ما قلت لك داعمين ليهم ويقدر النادي الاهلي ان هو يروح يستعيد ان شاء الله باذن الله اللقب وتبقى البطوله ال 11 ان شاء الله باذن الله. رايك في نقفل بقى ملف الاهلي، رايك في ملف المدربين الاخير وحركه الانتقالات الاخيره اللي بناء عليها اتحاد الكوره ورابطه الانديه طلعت القرار؟ بص القرار محترم وتاخر من زمان، يعني انا نفسي ان 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 وجود الناس القائمين على منظومه كره القدم ان هو ازاي يطور وان هو ازاي يشوف ايه الافضل. انت عايز تقول ان هو يكون فعل مش رد فعل؟ بالظبط طبعا لازم يكون فعل طبعا. طب انت رايك في الموقف نفسه من جانب المدربين او من جانب الانديه؟ لا ما هو دي المشكله على فكره اللي بعدت ناس كتير قوي عن فكره التدريب في مصر. فكره ان بعض الوكلاء بيتحكموا في انتقالات المدربين، يعني تلاقي مدرب بفرقه بتنزل وتلاقيه بعد كده ماسك فرقه في ثالث ولا رابع ولا خامس الجدول. شيء غريب يعني ما مش مفهوم. قصه ان وكيل النهارده عنده 2-3 مدربين فبيحاول يودي ده هنا ويحاول يودي ده هنا، سيبك بقى من الكفاءه وسيبك بقى من زي ما انت قلت المعايير والمقاييس مش موجوده. انت المعايير والمقاييس ايه بالنسبه لك؟ ان مدرب النهارده لا فرقه بتادي بشكل كويس ولا فرقه هتنزل وفرقه ادائها وحش ومفيش اي اداء والكلام ده وكده وتلاقيه مشي راح في مكان تاني، ده طبعا غير مقبول. فبالتالي انا شايف ان قرار الرابطه مع اتحاد الكوره انا شايف ان ده قرار جيد جدا جدا، لان الانديه جزئين، جزء على الانديه اني انا النهارده مش كل 3-4 اغير ماتشات، انا بمزاجي انا راجل قاعد النهارده رئيس نادي لا شيل ده وهات ده مشي ده وهات ده، ما ينفعش. انا النهارده بجيب مدرب يبقى بسيبه وبكمل معاه حد اطول فتره ممكنه، انما مساله سيف ان انا النهارده اصيب 3-4 ماتشات واروح ماشي 3-4 ماتشات واروح ماشي ده ما ينفعش، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه كمان المدرب لازم يحترم تعاقداته مع الانديه، انا موجود مع نادي يبقى لازم افضل موجود مع النادي، ما اجيش ان جالي عرض افضل فاروح سايب النادي وماشي، ده غير مقبول. فبالتالي انا شايف اني هتقل وهتحد من قصه اني النهارده مدرب مش ماشي كويس فالوكيل ده بتاعه شاطر وعلاقاته كويسه بالانديه فاخده واديه مكان تاني، ولو ما نجحش راح واخده واديه مكان تاني. فانا شايف ان دي قرارات من اللي هتفيد بشكل كبير وكان اتاخرنا فيها بشكل كبير. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع كابتن احمد حسن. نرجع بقى تاني ونتكلم شويه عن المنتخب الوطني. كابتن ايهاب جلال، في اختيارات او مفاجات في الاختيارات ولا ما يلحقش؟ لا ما اعتقدش هيبقى عنده يعني هتبقى حاجات بسيطه، يعني ممكن احمد عبد القادر مثلا يدخل من اللعيبه الجيدين واثبت وجوده في الفتره الاخيره. احمد رفعت ماشي بشكل كويس، يعني وان كان احمد رفعت كان موجود مع المنتخب ما اعتقدش، انا اعتقد ان هيشتغل بنفس الشكل اللي كان موجود عليه كروس بنفس مجموعه اللعيبه اللي موجوده. يعني ما فيش حد اللي هو لفت النظر غير المجموعه اللي كانت موجوده، يعني بتكلم على قوامه بعيد لعيب هو اللي هيشتغل عليهم اللي كان شغال عليهم، نفس الحكايه بالنسبه لكروس لان كان في لعيبه كتير كمان جيده ما راحتش كاس الامم الافريقيه ولكن انت مربوط بقائمه 23 لعيب. انما هي الفكره كلها فكر بقى ايهاب جلال هيشتغل بيه ايه؟ يلحق يغير؟ صعب. يعني ايهاب ليه استراتيجيه ان هو بيلعب بطريقه التحضير وان الكوره تشتغل وان يدور اللعب وكده، ده ما كناش بنشوفه مع كروش. فهل مجموعه اللعيبه اللي موجوده هتقدر تنفذ؟ يعني كروش الى حد ما اشتغل وقت كده برضه.
يعني اشتغل وقت كتير كده، وشفنا الشناوي في ماتش السنغال بالذات بيحضر ازاي وبيسلم ازاي. ماشي انا معاك، بس ما كانش دي الاستراتيجيه بتاعته، يعني ما كانش ده طول الوقت. لو طول الوقت راجل بيأمن بشكل كويس بيلعب، لا احنا ما كناش بننقل كتير، احنا ما كناش بنحضر، يعني احنا ما كانش في ماتشات ما كناش بنعد 10 باصات ورا بعض، لان هو راجل بيقول لك ان القماشه اللي معايا ما تقدرش تطلع اكتر من كده. فهل هو هيشتغل بالشكل ده؟ هيشتغل ازاي؟ انما خلي بالك كروش حقق حاجات كويسه جدا جدا مع المنتخب على فكره، ان هو قدر يستعيد شخصيه المنتخب تاني، قدر يستعيد هيبه المنتخب المصري تاني، دي حاجات كلها ايجابيات. اه شكل الاداء ما كانش مقنع بالنسبه لنا، انما في النهايه عمل ايجابيات كتير. كروش كمان كان عنده حاجه مهمه، ودي شخصيه المدرب، ودي حاجه مهمه جدا، انه راجل ما كانش عنده اي نوع من انواع اهلي وزمالك، اهلي وزمالك، وان هو بيتاثر بالضغوط ولا الدنيا تقلب الدنيا تضرب، ان اعلام الاهلي اعلام الزمالك ما خدش قفشه، ما خدش شريف، ما خدش طارق حامد، ما خدش، ولا كان فايق له الكلام ده خالص، ولا كان فايق له. ودي من المميزات ان الراجل قدر يتحمل الضغوط. ولازم كابتن ايهاب جلال يجهز نفسه لده، لاني دايما انا بقول ان منتخب مصر دايما بيبقى بلا حمايه، يعني تلاقي الاهلي عنده حمايه جماهيره، وتلاقي عنده اعلامه، الزمالك نفس الحكايه، الانديه الجماهيريه نفس الحكايه، انما دايما المنتخب طبعا انت عصيت يعني اتحاد الكوره وكنتوا دايما انتوا يعني مفيش حمايه ليه، فبالتالي لازم يجهز نفسه لكل الضغوط دي كلها، لان هو هيتعرض لكم ضغوط، مش بس ضغوط فنيه، لا لا، هيتعرض لكم ضغوط في اختيارات في ناس كتير بتقول ان ممكن يكون ايهاب جلال المعلم الجديد، وانت اكتر واحد عشرت الكابتن حسن، تقدر تقول لي اربع خمس موزات عند الكابتن حسن اكنك بتنصح كابتن ايهاب؟ لا هو في فوائد طبعا يا سيف، لان لا لا مش بقارن، لا مش بقارن يعني انا اتمنى طبعا انا بقول مميزات لكابتن أتمنى ان ايهاب جلال يبقى يكون هو كابتن حسن شحاته الجديد او كابتن جوي الجديد، لان دي طبعا اكيد كلنا هنبقى سعداء بده. انما هي بتبقى مقومات، انت بتتكلم على كابتن ايه اللي عند كابتن حسن مقومات مميزات من وجهه نظرك؟ بتكلم على راجل كان لعب في نادي الزمالك، تعرض لضغوط، لعب في منتخب مصر تعرض لضغوط، عاش الضغوط بكل اجواءها، عاش الضغوط الجماهيريه بكل اجواءها، فكل دي هي اللي بتخلق شخصيه اللاعب او المدرب او كده. وان شاء الله خلي بالك يعني كابتن ايهاب من النوعيات اللي هو الهاديه، النوعيات اللي هو ما بيتكلمش كتير، بس الموضوع النصيحه ليه ان الموضوع هيبقى مختلف. لازم ازاي يبقى يعني بلغتنا احنا بقى الصايع في التعامل. لان زي ما قلت لك هو ان انا قافل وان انا ما بتكلمش، ده مع مدير فني منتخب مصر بتبقى ازاي انا اعرف بقى يبقى عندي التعامل هنا، وازاي ان انا اعرف اتغلب على ده، ازاي ان انا اعرف اوصل رساله للجمهور، ازاي انا اعرف ان انا اخد الجمهور في سكتي، ازاي ان انا اعرف اكسب الاعلام معايا، دي كلها حاجات زيها زي الفنيات بالظبط، دي كلها شخصيه او كاركتر بني ادم. ف لا كابتن حسن مميزاته، انت بتتكلم على اولا كان لعيب كوره كبير واسم كبير، راجل كان بيفوز باحسن لاعب في افريقيا واحسن لاعب في اسيا مع بعض الاثنين، يعني بتتكلم على اسم ونجم كبير، فكان عارف ازاي يتعامل مع النجوم. حسن شحاته مقنع، يعني لما تيجي تتكلم تقول حسن شحاته وكابتن الخطيب كانوا هم دول الالفه بتاعت الجيل بتاعهم، صح. يعني فزي ما بنيجي نتكلم مثلا على كابتن الخطيب بالنسبه لنا ده اسطوره الاساطير، نفس الحكايه بالنسبه للكابتن حسن شحاته، فده الاقناع اللي انا كنا بنتكلم فيه في الاول، مقنع، حد مقنع. ربنا يوفقه كابتن ايهاب يا رب. لا طبعا كل التوفيق لكابتن ايهاب، وخلي بالك كابتن ايهاب من الشخصيات المحترمه جدا جدا. انا لعبت معاه طبعا في الاسماعيلي وبعتبره اخ كبير ليا، وكل التوفيق ليه، انما زي ما قلت لك هو لازم يكون في مسانده، ولازم كمان هو يبدا يفكر مع المنتخب بشكل مختلف. شرفتني يا صقر، ربنا يخليك يا كابتن، اشكرك، اتشرف بوجودك دايما. انا كمان بتشرف بوجودي معاك. خلصنا حلقتنا، خلصنا فقرتنا مع الكابتن احمد حسن الصقر عميد لاعبي العالم، بشكره وبتشرف دايما بوجوده. بعد الفاصل لغه الارقام، احمد نجيب، احمد يماني، واخبار الاهلي بعد الفاصل.